بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسادة المرسلين. ازيكم متكاثرين؟ الرب تكونوا بخير. معكم زهراء أسامة، زميلتكم من سنة ثالثة. في الفيديو ده إن شاء الله نتكلم عن الراوند الأول كوميونيتي موديول الـ ECEC. براكتيكال سهل خالص وبسيط بإذن الله، هنوضح كل كلمة فيه ونراجع ونحل أسئلة، فمتقلقوش خالص. لو لقيت الوقت طويل شوية ممكن يتسرع والدنيا بسيطة، متقلقوش. محتاجين نعرف في الأول إنه الراوند ده بيتكلم عن 3 مواضيع، هتحس انه ملهمش علاقة ببعض، بس كله بيندرج تحت communication او طريقة التواصل اللي انتوا عمالين تتكلموا عنها في خلال الفيديو كله. اصلا اول عنوان خالص هيتكلم عن التيم بيلدينج، اللي هو لما نيجي نعمل عمل جماعي مثلا، فاحنا في تيم، فازاي نبني التيم ده صح على اسس صح. لو احنا في جروب مثلا مكونين من 15 واحد شغالين في مكان معين، ازاي نعمل communication ما بيننا صح. اخر حاجة خالص public communication او public speaking، اللي هو لو انا مثلا طلعت في مؤتمر كسبيكر، فالمفروض ايه الحاجات اللي المفروض تكون متوفرة عندي. هتلاقوا الموضوع بسيط بإذن الله. لكن قبل ما ندخل طبعا في الشرح، لازم نفتكر زمايلنا ربنا يرحمهم. وطبعا احنا في العشر الاوائل من ذي الحجة، فندعي لهم ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب. اول حاجة، لو حد قال مثلا احنا بنتكلم عن التيم بيلدينج او العمل الجماعي عموما، في ناس ممكن تكون مشتركة في حاجات زي نجاح، زي أول كورس، زي اللي هي الصيدلية الخيرية، زي الرسالة، زي أي حاجة. ممكن تقول الناس تقول لا أنا ما دخلتش في الحاجات دي، لكن طبيعي إن احنا دايما جات علينا فترة اللي هو راحوا موزعيننا مقسميننا كده جروبات، وكل جروب عليه تحتيه توتوريال، صح؟ فجت البنت دي قالت أنا بعرف أشتغل باوربوينت كويس أوي، فأنا اللي هعمل لكم الداتا البرزنتيشن اللي احنا هنقدم عليها. جه ولد تاني قال انا هنزل اصور لكم او هدور لكم على صور من جوجل هتساعدنا في البرزنتيشن اللي احنا هنقدمه. جه ولد تالت قال انا عندي برينتر في البيت طبعا، فهطبع لكم انا البوستر في الاخر او البرزنتيشن اللي احنا هنقدم عليه. جه الولد الرابع قال انا عندي، بحس ان انا عادي ممكن اتكلم قدام عدد كبير وما اتكسفش ولا حاجه، فانا اللي هطلع اقدم البرزنتيشن. فكده كل واحد ليه دور معين وليه مسؤوليه خاصه بيه هيطلع اللي هو يعملها. يبقى كده كل تيم مشترك في حاجة معينة، مفيش شخص واحد هو اللي عمل كل حاجة. جميل، ده مفهوم التيم أو العمل الجماعي. الحاجات اللي احنا نتكلم عنها بقى في الراوند 3 عناوين. أول حاجة التيم بيلدينج، نتخيل إن احنا موجودين في تيم، هنعرف ايه أهمية إن احنا نهتم بتأسيس التيم ده، ايه السلوك المفروض إن احنا نمشي عليه، وايه الكي فاكتورز والكي أكشنز، يعني ايه العوامل اللي تخلي تطلع الأداء بتاع التيم ده بشكل سكسسفول أو بشكل ناجح. لو أنا في جروب بقى، طرق التواصل المفروض تبقى صح ازاي، ايه الفوائد اللي هتعود عليا، وايه انواع الكوميونيكيشن اصلا. اخر حاجه خالص، لو حد طالع بيقدم برزنتيشن، فالمفروض اللي هو يعرف حاجتين، او احنا هنعرف حاجتين عن موضوع البابليك كوميونيكيشن ده. اول حاجه هنعرف دوره في حياتنا عموما او ايه انواعه، وهنعرف ايه الخطط او استراتيجيز المفروض تكون عندنا عشان نبقى سبيكر كويسين. تمام، نبدا في اول موضوع اللي هو التيم بيلدينج، قلنا اللي هو العمل الجماعي. محتاجين نعرف ان الكوميونيتي بيحب اللي هو دايما يرجع الكلمة للدلالة بتاعتها، زي مثلا لو عارفين جذر تكنيك او كلمة فويس، كل حرف بيبقى ليه دلالة معينة. فهنا تيم معناها اللي هو تريننج، يعني احنا في التيم ده لازم كلنا بنتدرب على حاجة معينة. حرف الاي بيدل على الانكاريج، اللي هو احنا بنشجع بعض عشان نحقق هدف معين، كلنا محتاجين نشتغل صح عشان نطلع البرزنتيشن كويسة وناخد كلنا الدرجات. ايم اللي هو هدفنا كلنا واحد، اللي احنا ناخد درجات البرزنتيشن دي ونطلعها صح. موتيفيشن هي تعتبر نفس انكارج، اللي هو بنحفز بعض وكده عشان نطلع الشغل صح. يبقى اول حاجه تي تريننج اللي هو التدريب، انكارج اللي هو بنشجع بعض، وام موتيفيشن بنحفز بعض، وام الهدف اللي احنا بنحطه قصادنا بحيث ان احنا نقدر نشتغل عليه. حاجه تانية برضو بيقول ان تيم كل حرف برضو بيدل على حاجه معينه، اللي هي together everyone achieves more. طبعا كلنا عارفين القصة اللي هي بتاعت العصاية لوحدها بتتكسر، لكن الحزمة على بعضها صعب ان احنا نكسرها. فهي نفس الفكرة، لو حد هو اللي قام بكل الكلام ده، هو اللي عمل باوربوينت، هو اللي طلع يقدم برزنتيشن وعمل كل ده، هيبقى مجهود عليه ومش هيطلعها بطريقة كويسة زي ما التيم يعملها. يبقى كلنا لما نشتغل في تيم واحد هنحقق اكتر، جميل، او هننجز اكتر. يعني ايه هو التيم برضو؟ هو عبارة عن مجموعة من الناس زي ما انتوا شايفين كده، كلنا بنعتمد على بعض، ودايما كلنا بنتعاون عشان نحقق هدف معين، سواء ان احنا في نفس الفيزيكال لوكيشن او لا. شايفين بنعتمد على بعض وكلنا بنتحد وبنتعاون في تحقيق حاجة معينة، سواء ان احنا كلنا موجودين في نفس المكان او التواصل يعني اونلاين او حاجة. جميل،
طيب التيم بيلدينج، هل اي تيم ده بنقول عليه تيم ناجح؟ اكيد لا، في تيم ماشي بشكل عشوائي، في تيم لا ليه سيستم، ليه سيستم او ليه استراتيجية ماشي عليها، فده اللي بيخلي عنده تيم بيلدينج وده اللي بيخليه تيم ناجح. ايه هو بقى التيم بيلدينج؟ بيقول هي البروسيس او العملية اللي التيم بيمشي عليها عشان يحقق التاسك بتاعه، زي ما احنا شايفين في اول مثال قلته، انا واحد قال انا بعرف اعمل باوربوينت، واحد قال انا بعرف اصور، كل واحد بيقول لحد ما نمشي على خطة معينة نحقق بيها التاسك المفروض نحققه. كمان بتشمل ايه العملية دي؟ بتشمل ازاي اعضاء التيم نفسه يتعاملوا مع بعض، ازاي يشتغلوا مع بعض عشان يحققوا الحاجة دي. اخر حاجة خالص هو كلام كله متكرر، هي استراتيجية برضو اللي بتساعد الجروب ان هم ايه يتحولوا لتيم حقيقي، وده وقتها بنسميها تيم بيلدينج. جميل. طيب ايه اهمية ان انا اهتم بده ما يبقى تيم عشوائي وخلاص، او ايه اهمية ان انا ابقى موجودة في عمل جماعي؟ طبعا الانسان هو لوحده يعني هتبقى كمية افكار قليلة، دايما عمال بيلوم نفسه حاسس ان هو نوت انف، يعني مثلا لو في الشهر بتجيله 5 افكار جديدة، لا ده لو معاه 20 واحد كمان هيبقى كده 100 فكرة جديدة في الشهر. وهو لوحده دايما الدنيا بتبقى سودة حواليه والاوفر ثينكينج موطي حياته. لكن لما يبقى في وسط تيم، لا ده هيوسع مداركه، هيتعامل مع شخصيات مختلفة، فده هيساعد على برودن وانز فيجن، يعني هيوسع مداركه او طريقة تفكيره، هيزود الكرياتيفيتي عنده اللي هو طبعا يبقى مبدع اكتر طالما هيسمع افكار تانية كتير، هيخليه برضو يتشجع ان هو يبقى انيشيتيف، يعني يبقى عنده روح المبادرة، بمعنى اللي هو مثلا في تاسك جديدة او حاجة فهو هيبادر بيها ويبقى مبسوط قوي وهو بيعرض الفكرة بتاعته الجديدة. لازم برضو من اهمية التيم بيلدينج او يبقى في استراتيجية كل ماشي عليها ان احنا بنجمع كل جهود كل افراد التيم عشان نوصل نحقق هدف معين، a single target. طيب وايه كمان؟ برضو بيبقى كل واحد ليه المساحة او الحرية اللي هو كل واحد يعني يحصل له individual growth او يبين التميز بتاعه. كل واحد برضو كل واحد بنحطه في مكانه الصح او اللي بيحب يعمله، زي مثلا البنت اللي بتحب تعمل باوربوينت كده سيبناها في مكانها فتبدأ تتميز بقى براحتها، ويبقى احنا كده حفزنا ال individual growth بتاعتها. ده طبعا هيخليك تتعامل مع ناس كتير وتبقى شخص فليكسبل اكتر، فده طبعا هيطور من الشخصية بتاعتك، هيزود ثقتك بنفسك، احساس اصلا ان انت مسؤول لوحده، دي حاجة بالدنيا حرفيا، انت تبقى موجود في تيم والناس محتاجاك وبتطلع شغلك كويس، احساس ال responsibility ده او احساس المسؤولية هيزود ثقتك بنفسك بدل ما انت عمال تلوم نفسك ان انت مالكش لازمة ولا كده. جميل. يبقى دي كده الاهمية بتاعت التيم بيلدينج، بتوسع المدارك، بتزود الابداع، كلنا بنضم الجهود عشان نحقق هدف معين، نطور من شخصيتنا، نزود من ثقتنا من نفسنا، الكلام كله جميل وبسيط. طيب بالنسبة بقى للعمل بعد كده، behavior أو السلوك المفروض ال helpful team يمشي عليه اللي هو التيم المساعد لبعضه كده، أول حاجة keeping database، لازم نبقى احنا كلنا في بيئة مسالمة كده، منبقاش ان احنا أشخاص aggressive اللي انا بستنى زميلي ده يغلط في حاجة وأقعد أتخانق معاه وازاي انت بتلخبط الحاجة دي أو كده، لأ لازم نبقى keep the peace، لازم نتعامل بطريقة فريندلي، نبقى أشخاص ودودين كده وبنتعامل بطريقة كويسة، لازم يبقى عندنا روح الحماسة اللي هي enthusiasm، ميبقاش فاقدين الشغف على طول وبنطلع الشغل غلط، لازم برضو بنعمل feedback، بمعنى أنا قلت لهم يا جماعة أنا هروح أنا هطبع لكم ال presentation أو إن أنا هعمل لكم ال powerpoint، فلازم كل شوية كل ما أعمل خطوة مثلا أو أمشي فيها شوية لازم أديهم feedback، يا جماعة أنا وصلت للنقطة دي ايه رايكم، اغير فيها حاجه ولا امشي زي ما انا، لازم اخد رايهم، فكده بديلهم فيدباك. لازم نعمل جنريتنج ايدياز، جنريتنج بمعنى اللي هي توليد الفكر او الافكار، اللي انا يعني ده بيتعامل مع كل التيم بتاعه بيسمع كل الفكر بتاعتهم ويبداوا يجمعوا حتى ما يوصلوا الفكره الصح اللي يمشوا عليها. نشيل طبعا قلنا عليها روح المبادره، لو قابلهم اي مشاكل يقدروا ان هم يحلوها، ده طبعا لا يخلو من حس الفكاهه انه يبقى الموضوع مش ماشي ستريكت قوي كده، لا بيضحكوا بيهزروا كل حاجه طبعا with the limits، عشان كده بيبقى appropriate humor، مش يبقى كله هزار ومش يبقى كله حاجه اكشن يعني. طبعا لازم يبقوا بيحبوا التيم بتاعهم وبيحبوا الشغل اللي بيعملوه، فدايما بيسعوا للتقدم، هي seeking approval، لازم يكونوا بيشجعوا بعض اللي هي encouraging، زي ما قلنا في كلمة team encourage و m motivation بيحفزوا بعض. يبقى دي كده كل السلوكيات اللي بتبقى موجودة عند ال helpful team. جميل. بعد كده ايه المفاتيح اللي بتبقى المفروض ان انا اعملها وعشان كده اقول ان انا كده حققت استراتيجي للتيم بتاعي وانا كده عملت team building؟ اول حاجة محتاجة ان انا اجمعهم في meeting شبه ده كده، وابدأ ان انا احدد الاوبجكتيفز والستاندرد، ايه هما، احدد الاهداف اللي احنا محتاجين نعملها،
اقول لهم يا جماعه احنا في نهايه الشهر ده المفروض نبقى حققنا 1 2 3، دي كده الاهداف الايمز اللي قدامنا. وبرضه احط قدامهم ستاندرز اللي هي زي مبادئ كده او رولز المفروض نمشي عليها. ما ينفعش حد يبوظ الشغل، ما ينفعش حد اللي هو يكروته، وما ينفعش حد يسرق شغل حد تاني. دي ستاندرز او مبادئ لازم كلنا هنمشي عليها. يبقى انا كده عملت سيتنج لحاجتين، الاهداف والقيم والمبادئ. تاني حاجة لازم انسب الفضل اللي هي الاتشيفمنت او الانجاز بتاعت الاهداف دي للتيم ككل. بمعنى فاكرين التيم التوتوريال اللي في الاول، مش معنى انه في شخص واحد بس هو اللي طلع قدم البرزنتيشن قدام الدكاترة مثلا او قدام المدرج يبقى ده كده هو اللي عمل كل حاجة. لا، لازم ينسب الفضل لكل واحد، ونبقى عارفين كل واحد في التيم عمل ايه بالظبط. جميل. يعني مش الشخص الظاهر بس هو اللي تعب، لا، التيم ككل. لازم دايما نفكرهم ان احنا واحدة واحدة اللي هي يونيتي اوف ذا تيم. دايما نفكرهم اللي هو مش كل واحد شغال لوحده، لا، احنا كلنا تيم واحد. كمان بتساعدنا في ايه؟ ان احنا هنبدأ نتواصل بشكل احسن لما انا افكرهم ان احنا كلنا واحد، مفيش حد احسن من حد. فنبدأ الكوميونيكيشن، التواصل ما بين اعضاء التيم يبقى كويس، يبدأوا يعاملوا بعض كويس وصح. فيبدأوا يعرضوا على بعض افكارهم، فيطلع التيم بانتاجية افضل. اخر حاجة خالص، ودي مهمة قوي، اللي هي الكونسلتنج. بمعنى نفترض ان انا ليدر التيم مثلا، فانا عارفة ان احنا تيم كلنا مشتركين فيه وطالع باسمنا كلنا، فما ينفعش ان انا اروح اخد قرار مصيري من غير ما اخد رايهم في القرار ده. يعني لازم اجي برضه اعمل لهم ميتنج واشاورهم، اعمل كونسلتنج للتيم ده واشوف رايهم، مين المعترض ومين اللي موافق، وابدا اسمع كل وجهات النظر وفي الاخر احدد. كمان يبقى الكونسلتنج مهمه جدا. ايه هي الكي اكشنز اللي بنعملها؟ بنحدد الاهداف والمبادئ اللي هنمشي عليها، نفكرهم ان احنا واحد، نتواصل كويس، وما انساش ان انا استشيرهم. طيب، في حاجة مهمة بقى اللي هي ال key factors to successful performance. ايه هي؟ في متجمعة في كلمة score. ايه هي العوامل اللي انا المفروض اعملها عشان التيم بتاعي يطلع بأحسن أداء أو بأداء ناجح؟ متجمعة في كلمة score. أول حاجة اس استراتيجي، الخطة اللي احنا هنمشي عليها. بعد كده سي clear rules and responsibility. طبعا clear ده معناها حاجة واضحة أو الوضوح. طبعا عارفين الوضوح صمغ العلاقات، بمعنى انه لما كل واحد يبقى فاهم دوره كويس وعارف ايه المسؤولية اللي عليه، يبقى كده احنا حققنا الوضوح ده، كل واحد يبقى فاهم هيعمل ايه بالظبط. او بقى اللي هي open communication، زي ما قلنا التواصل بيبقى كويس جدا عشان نعرض افكارنا، وما يبقاش الموضوع ان بيبقى لود عليا وانا بتعامل مع التيم ده. او rapid response اللي هو بيبقى الرد السريع لأي مشكلة مثلا بتحصل، لازم يبقى عندي طريقة تفكير سريعة عشان اقدر هندل الموضوع ده. اخر حاجه خالص اللي هي الاي افكتيف ليدرشيب، معنى الليدر القائد بتاع التيم ده لازم يبقى فاهم قواعد الليدرشيب كويس قوي، ويبقى افكتيف. زي ابسط حاجه اللي هو يعمل كونسلتنج او يستشيرهم في الحاجات المهمه كده. اول حاجه اللي هي جود استراتيجي، لازم امشي بخطه معينه. ايه هي بقى؟ زي اول حاجه شيرد بيربز. بيربز معنى غرض او هدف، الايم اللي انا بطمح ان التيم ده يحققه، التاسك اللي احنا المفروض نحققها. لازم نفكرهم ان الهدف بتاعنا ده مشترك ومفروض ان احنا نوصل. clear values او ground rules، الاتنين يعتبروا بمعنى واحد، اللي هي المبادئ او القواعد المفروض تبقى متأسسة عندنا في التيم ده ومحدش يطلع عنها، زي ما قلنا اللي هي الستاندرز المفروض بتعملها سيتنج في الاول. لازم الليدر يكون فاهم حاجتين مهمين قوي، اللي هما الاتنين الملونين دول. اول حاجه يكون فاهم ايه المخاطر اللي ممكن تواجه التيم بتاعه لما اوصل لجزئيه معينه، اعرف ان ده كده فيه خطر على التيم، فالمفروض ان انا احاول حل المشكله دي، واعرف الاوبورتيونز اللي هي الفرص اللي ممكن تقابلني، فلازم ان انا استغلها. في حاجه برضو مهمه اللي هي clear categorization، بمعنى يعني ما ينفعش ان انا اوزع التاسكات بشكل عشوائي، لا، المفروض انا عارفه كل واحد فيهم بيقدر يعمل ايه ووزع على اساسه. يعني ده بيعرف يصور، اديله التاسك بتاع التصوير، ده عنده برينتر اديه هو اللي يطبع، ده بيقدر يشتغل داتا ده خليه يشتغل الداتا. فدي كده ان انا قسمتهم بشكل فئات او كاتيجوريز، وعلى اساسها وزعت الريسبونسابيلتيز المطلوبه منهم او المسؤوليات. جميل جميل. اخر حاجه خالص برضه، المفروض الليدر يكون بيقدر يعمل زي اسسمنت للنتائج اللي طلعت، يعني المفروض زي يدي فيدباك كده عنها، اللي هو احنا كده او ماشيين صح ولا محتاجين نحسن النقطه دي. جميل. يبقى ده كده الاختصار بتاع الاستراتيجي. طيب سي كلير، قلنا تبقى كل حاجه واضحه، الاهداف اللي احنا محتاجين نوصل لها كل حاجه واضحه، زي كل واحد عارف دوره وعارف المسؤوليه اللي عليه. ده لكل الممبرز طبعا، الكلام كله بسيط. بعد كده اوبن كوميونيكيشن، قلنا لازم يبقى في تواصل ما بين البيئه بتاعه العمل نفسها او بيئه التيم ده.
من اهم طرق التواصل بقى، واهم حاجه لازم تحصل في الكوميونيكيشن ده هو ريسبكت، الاحترام اهم حاجه. لازم احترم دايما الاختلاف، ان انا بتعامل مع شخصيات مختلفه لازم يبقى عندي مرونه اكتر في التعامل وكده. ار بقى اللي هي رابيد ريسبونس، يعني مثلا احنا في لجنه الكوميونيتي المفروض كل واحد نوزع عليه تاسك معين هيشرحه، فنفترض ان هو الداتا جت القسم راح مغير الداتا مره واحده كده، فكده التاسك بقى متغير ومحتاجين نسمع شرح ومحتاجين نحضر ومش عارفه ايه. فاول ما نسمع ان الداتا اتغيرت هنقعد نعيط بقى ويو بقى؟ اكيد لا، هنحاول ان احنا نلاقي رد سريع للمشكله اللي حصلت في التيم ده. الحاجه كمان اللي هي الاداره الصح طبعا من الليدر، هو اللي هيقدر يغير بقى اللي هي المشاكل اللي بتحصل سواء كانت في البيئه الداخليه او البيئه الخارجيه المتعلقه بالتيم ده. هو الليدر الحكيم طبعا هو اللي بيقدر يشوف المشاكل دي ويحلها بدل ما يقعد يندب حظه زي ما ده عمل. طيب effective leadership، مين هو الليدر الصح او الليدر الفعال؟ هو الليدر اللي بيقدر يعمل كذا حاجة، بيقدر يساعد الاعضاء بتاعته على انهم يحققوا الاوبجكتيف او الهدف اللي هو طلبه منهم ده. بيقدر ان هو يبني التيم، يبني التيم ازاي؟ ان هو يعمل خطة معينة هيمشوا عليها كلهم، بيقدر يطلع كل المهارات اللي هي المكتومة، عارفين اللي هو بيطلع كل واحد ايه الموهبة المدفونة جواه، هي نفس الفكرة هنا كده، يقدر يطور منهم مش شرط يفضل على نفس المستوى، لا دايما يديهم كورسات او كده. جميل، ده كده بالنسبة لأول جزء اللي هو التيم بيلدينج. محتاجين نراجع عليه سريعا كده. قلنا أول حاجة كلمة تيم كل حرف فيها ليه دلالة، بداية من التدريب والتحفيز والتعاون، وكمان اللي هي الايه اللي هي ايه من الهدف المفروض نعمله. وعرفنا ان احنا لما نكون تيم يبقى كلنا هنأتشيف مور او ننجز حاجات اكتر من الشخص اللي هو لوحده. عرفنا ان التيم ده مجموعة من الناس بيعتمدوا على بعض وبيتعاونوا عشان يعملوا حاجة معينة بغض النظر هما في نفس المكان او لا. التيم بيلدينج ده عبارة من الاخر كده هي العملية او الخطة اللي احنا بنعملها عشان التيم يمشي عليها. ايه اهمية ان انا اعمل الخطة دي او اهمية التيم بيلدينج عموما؟ ده هيوسع مداركي، هيخليني افكر اكتر، يبقى فيه ابداع، ينمي عندي روح المبادرة، نبدأ نجمع الجهود عشان تارجت او هدف معين، هيبدأ يزود كل واحد الجروث بتاعه، هيزود او هيطور من الشخصيات بتاعت كل واحد، هيزود من ثقتهم بنفسهم واحساسهم بالمسؤولية. helpful team behavior او السلوك المفروض يكون عندهم طبعا يبقوا مسالمين، عندهم friendly حماس، يرجعوا يدوا فيدباك، ما يشتغلوش لوحدهم، يجمعوا الفكر بتاعتهم سوا، عندهم روح الدعابة، بيحلوا المشاكل، يسعوا دايما للتقدم، بيتعاونوا مع بعض، الكلام كله جميل. ايه هي المفاتيح اللي لازم نمشي عليها؟ اول حاجة نحدد الاهداف اللي عايزين نحققها، ونحدد المبادئ او الستاندرز اللي هنمشي عليها. نفتكر ان احنا كلنا واحد، كلنا بنشتغل كتيم مش كل واحد لوحده، لازم نتواصل مع بعض صح. ما ننساش طبعا الكونسلتنج، لازم استشيرهم في اي حاجة اعملها قبل ما اخد قرار. الكي فاكتورز بقى عشان نطلع اداء صح متجمعة في كلمة سكور. اول حاجة اس استراتيجي، ان انا احدد بقى هدف معين والمبادئ، وهستغل طبعا اشوف الفرص والمخاطر اللي ممكن تقابلني، اقسمهم في شكل كاتيجوري الصح. كلير طبعا كل حاجة تبقى واضحة، كل واحد عارف ايه المسؤولية اللي عليه. اوبن كوميونيكيشن اهم حاجة، نحترم الاختلاف اللي ما بيننا. رابيد ريسبونس لاي مشكلة ممكن تحصل او اي تغيير ممكن يحصل في التيم ده. effective leadership، كل واحد التيم الليدر اللي هو بيقدر يحقق كل التاسكات المطلوبة من التيم بتاعه، يقدر ان هو يطلع المهارات المتعلقة بيه، ويقدر ان هو يطور من التيم ممبرز الموجودة اللي عنده. جميل، هنبدأ بقى نشتغل او ندخل في جزء جديد بيتكلم عن الجروب كوميونيكيشن. ايه الجروب كوميونيكيشن؟ هو دلوقتي احنا بنتكلم، هنقسم الديفينيشن لجزئين، جروب وكوميونيكيشن. جروب يعني مجموعة من الناس بتتكون على الأقل من 3 لحتى 20، يعني مجموعة مثلا زي 15 واحد كده بنقول عليهم جروب. جميل، طيب الجزء التاني بتاع الكوميونيكيشن، طبعا حفظت الديفينيشن بتاعه، هو عبارة عن سيندينج وريسيفر، وريسيفنج بمعنى في مسجز أو رسائل معينة في ناس بتبعتها وفي ناس تانية بتستقبل، يعني ده بيتكلم يعني بيسند رسالة وده بيسمع له، فكده بيستقبل الرسالة. ده طبعا وسط جروب اوف بيبل عددهم من 3 ل 20. طيب مثال على ايه؟ مثال زي بيئة العمل، بيزنس انفايرومنت، دول ناس مثلا كلهم تيم قاعدين في شركة، عمالين بقى يتبادلوا الفكر الموجودة عندهم، عمالين يحددوا ايه الجولز او ايه التاسكس المفروض يحققوها، عمالين يشجعوا بعض، يحفزوا بعض عشان الجروب بتاعهم ده ينجح. طبعا جروب كوميونيكيشن او التواصل ده بيبقى مهم جدا على في كل الجروبات على مستوى كل الاحجام، يعني سواء كان جروب صغير او جروب كبير، لكل ديبارتمنتس عموما او كل الاقسام يعني. جميل،
طيب انا كميديكال ستيف دي الوكس بالكلام ده، ما احنا بيئه العمل بتاعتنا اللي هي اقرب حاجه بالنسبه لنا سنتين الامتياز هنبقى في وسط جروب، بيبقى في جروب 15 حوالي 8 ولاد و7 بنات، فكده كده انا هبقى في بيزنس انفايرمنت ولازم هتعامل مع جروب، فعشان كده محتاجين نعرف ايه الكوميونيكيشن اللي احنا المفروض نمشي بيه، او ايه البنفيتس، يعني ايه لازمة لما احنا نبقى متعاونين او ان احنا نتواصل مع بعض بشكل صح. اول حاجة ان احنا هنقدر نجمع الفكر بتاعتنا والحلول لو واجهتنا اي مشاكل، بمعنى انا دلوقتي قدامي تارجت معين محتاجة احققه، لو فضلت كل واحد يفكر لوحده مفيش حاجة هتتحل، لو في مشكلة قابلتنا كل واحد بيفكر لوحده مفيش حاجة هتتحل، فلازم دايما جنريت اللي هي بنجمع الافكار بتاعتنا كلها سوا عشان نحقق الهدف ده او نحل اي مشكلة بتقابلنا. تاني حاجة دايما نفتكر ان احنا تيم واحد، كلنا بنعمل كونسلت وبنستشير بعض في المشاكل دي لحتى ما نتخذ قرار از جروب، مش كل واحد لوحده. لما طبعا يبقى في تواصل بينا صح هنبدأ نعمل build rapport with one another، بمعنى ان اعضاء التيم مع بعضهم هيبنوا علاقة كويسة ما بينهم يعني. جميل. طبعا قلنا اللي هو ال open communication ده اعتماده الرئيسي على respect، دايما لازم نحترم ال difference الاختلافات اللي موجودة ما بيننا، وده طبعا يبقى mutual، معنى لو انا leader بحترم ال member فبرضه ال members بيحترموني. جميل. ولازم يبقى فيه طبعا روح ال understanding او اللي هي التفاهم ما بين اعضاء الجروب ده. اخر حاجة خالص قلنا اهم حاجة الوضوح، اهم حاجة clarity و transparency، ان انا كل واحد يبقى فاهم ايه ال goals اهداف اللي هنحققها، كل واحد برضو عنده expectation او توقعات للي ممكن يحصل. جميل. ده كده بالنسبة لل benefits بتاع group communication. طيب انواع ال communication بقى، دي برضو حفظتها كتير، ال verbal و non verbal. verbal يعني اتنين بيتكلموا كلام مكتوب او كلام مسموع، ده بنسميه verbal communication، لكن لو بلغة الإشارة أو ال body language أو كده دي بسميها non verbal، لو مثلا ده الولد ده عامل اوكي فده كده non verbal communication. في جزء جديد بقى ممكن أول مرة تسمعوه اللي هو virtual و non virtual، طبعا انتوا عارفين العالم الافتراضي اللي هو بقى عالم السوشيال ميديا وكده ده بنسميه فيرتشوال، عشان كده زي مثلا اتنين عاملين مع بعض ميتنج اونلاين فوقتها بسميه حاجه افتراضيه فيرتشوال، لكن لما يعملوا ميتنج على ارض الواقع وقتها بسميها نون فيرتشوال. ده كده الملخص بتاعت التايبس. ندخل في كل واحده بقى. اول حاجه فيربال، قلنا اللي هي عباره عن كونفرزيشن اللي هي محادثه ما بين اعضاء الجروب هم الثلاثه من العشرين اللي قاعدين مع بعض هم يتكلموا، الكلام او المحادثه اللي بتدور ما بينهم كده بسميها verbal communication. لكن non verbal ده بمعنى اللي هو عبارة عن إشارات كده non verbal مش بتطلع، مش بيتكلموها يعني ولا بيكتبوها، لكن بتوصل رسالة. زي ايه؟ انت داخل على المدير بتاعك وبتسلم له التاسك لقيته بيبصلك بالطريقة دي، عرفت ان كده بوظت الدنيا. جيت متأخر عن الشغل ولقيت زميلك بيعملك الحركة دي، طبيعي هعرف ان كده في مشكلة، يبقى دي كده حركات هما ما اتكلموش لكن وصلوا لي بيها رسالة، يبقى دي كده من verbal communication. المثال الموجود هنا بقى بيقول تخيل congested crossroad، تخيل يعني في طريق بتاع إشارة مزدحم وكده، فالمفروض الترافيك كنترول اللي هو ضابط المرور ده بيمشي ازاي؟ يعني نفترض اللي هو ما عندناش إشارة المرور اللي فيها الألوان ولا معاه صفار، هيفضل يزعق بقى ويقول العربية دي تيجي كده والعربية دي تيجي كده، محدش هيسمعه أصلا. فعشان كده بيستخدم بقى اللي هي الاوتوميتد لايتنج اللي هي الانوار دي، اي حد ممكن يفهمها حتى لو مش متعلم اصلا، وبيستخدم الصفار، ده طبعا بيخليه اللي هو يتواصل صح مع الناس المسافرين دول باحسن طريقه ممكنه. فلولسلي دي بمعنى يعني بطريقه لا تشوبها تشائب، مع مجرد بس تصفيره ومجرد اللي هو بيحرك ايده الراجل بتاع اللي بيكون قدام الطياره او كده، مجرد حركات بسيطه جدا من غير ما يبذل اي مجهود بيوصل رساله بيحل المشكلة، يبقى دي كده مثال على non verbal communication. يمين ال verbal ده كان كلام بقى بتاع ال conversation. حلو. الجزء التاني اللي هو virtual و non virtual، احنا قلنا virtual ده عبارة عن حاجة افتراضية، الراجل ده قاعد في بيته عادي زي ما هو لكن فاتح zoom meeting مثلا مع الناس اللي في الجروب بتاعه، بيقول ده novel source of communication، يعني ده يعني طريقة جديدة أو طريقة مستحدثة. تعرفين طبعا اللي هو دي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا، ظهرت أكثر بعد كورونا، ان الناس بيعملوا كونكت مع بعضهم عن طريق ابلكيشن معين، زوم بقى، فاتحين تليجرام، ايا كان، المهم ان هم داخلين في مكالمه سواء كانت صوت او فيديو، حتى لو هم كلهم مش في نفس الاوضه. جميل. ممكن يبقوا من بلاد مختلفه ويتجمعوا اونلاين، ده طبعا حاجه فيرتشوال افتراضيه. اما النون فيرتشوال لا، ده هو المدير بتاعهم جابهم جوه الشركه يعني او كده، عمل لهم فيزيكال ميتنج، فوقتها بسميها اللي هي نون فيرتشوال
كوميونيكيشن، اللي هم جمعهم ميت ان بيرسون، يعني اتقابلوا شخص لشخص من غير اي استخدام للتكنولوجيا. في المثال الموجود هنا بقى اللي هو مجموعة صحاب خرجوا عشان يتعشوا مثلا مع بعض. في ماركتر اللي هو لو انا مثلا فاتحة شركة بتعمل شيبسي، فهبدأ ان انا اعزم الناس برضو على قعدة او حاجة، وابدأ ان انا اعرض عليهم المنتج بتاعي واعرفهم بقى ايه المميزات الموجودة فيه بحيث ان هم يشتروا منه او كده. جميل، فده المثال بتاع الماركتر. ده كده بالنسبة للجزء بتاع الجروب كوميونيكيشن. نراجع عليه بسرعة. قلنا هنقسم الديفينيشن لجزئين. جروب ده معناه اللي هو مجموعة من الأشخاص لهم 3 وأقصاهم 20، توصل ل 20 يعني تقريبا. الكوميونيكيشن عبارة عن إن أنا ببعت وبستقبل مجموعة من الرسائل. جميل، الإكزامبل المثال اللي عندي بيئة العمل، ودي بتبقى طبعا الكوميونيكيشن مهمة أوي لكل الجروبس. الفوائد اللي ممكن تعود عليا إن احنا نبدأ نجمع أفكارنا مع بعض، نتخذ قراراتنا سوا، نبني علاقة بينا كويسة، تبقى مبنية طبعا على الاحترام والتفاهم، فتبقى كل الأهداف والتوقعات بتاعتنا واضحة. نوعين من الجروب كوميونيكيشن، إما فيربال أو نون فيربال. وعرفنا اللي هي فيربال عبارة عن المحادثة اللي بتحصل ما بيننا كلام أو كتابة، لكن نون فيربال حاجة يعني هو تعابير وش، حاجة بودي لانجوج خالص، مجرد إشارة زي الضابط بتاع المرور كده. فيرتشوال نون فيرتشوال، فيرتشوال حاجة افتراضية اللي هي بقى الشخص اللي فاتح زوم ميتنج، لكن هنا فيزيكال ميتنج. جميل، هنبدأ ندخل على بقى آخر جزء من الراوند اللي هو البابليك كوميونيكيشن. بتمنى ان انتوا تكونوا بعد كل جزء بتوقفوا وتقروا الكلام بسرعة كده، يعني الكلام بسيط خالص بإذن الله، والصوت كمان يتسرع، فان شاء الله الوقت ما يبقاش مشكلة. خلصنا تيم بيلدينج وخلصنا الجروب كوميونيكيشن، هنبدأ بقى ندخل في البابليك كوميونيكيشن. نيجي نبص على الصورة كده. انتوا فاكرين الصورة بتاعت الجروب كوميونيكيشن كمجموعة من الأشخاص قاعدين على ترابيزة وبيتكلموا مع بعض، لكن هنا ايه الاختلاف؟ هو برضو مجموعة أشخاص كتير، ده يمكن أكتر من 20 كمان. الاختلاف هنا إنه في واحد بس هو اللي واقف وبيتكلم، ودول قاعدين بيسمعوا. ممكن يسألوه أو يسألهم ويجاوبوا حاجة بسيطة، لكن ككل بيبقى واحد بس هو اللي واقف، أو جروب واقف بيعرض حاجة. زي ما بنروح مثلا مؤتمر وبنلاقي مجموعة من الدكاترة بتتكلم عن حاجة معينة، بنحضر في المدرج والدكتور بيدخل يشرح لنا، دي كلها من طرق البابليك كوميونيكيشن. ده طبعا بنمثل على كل راجل جدع أدعى أدعى. ايه هو البابليك كوميونيكيشن؟ دي عبارة عن اللي هي برضو نوع من التواصل، لكن بيحصل ان بابليك سفير، يعني بشكل عام، اللي هو واحد واقف زي ده كده بيوجه خطاب او حاجة كلمة معينة لسبيسيفيك اودينس، المجموعة من الناس المستمعين، سواء مثلا ده دكتور في الكلية ودي مجموعة من الطلبة، ده دكتور مجمع شوية ناس مثلا موجودة في قرية بيعملوا حملة توعية عن مرض معين وهكذا. الموضوع كده بيتعمل ان بابليك، مش جروب مثلا كنا في اوضه وبنتكلم سوا، لا ده مثلا زي مؤتمر. طيب لازمته ايه عموما البابليك كوميونيكيشن؟ ما كل شويه يتكلموا مع بعضه، ليه واحد يطلع يكلم 200 واحد؟ ده بيقول ان هي بتبقى اداه باورفول، يعني اداه مهمه جدا للسبيكر او الشخص اللي بيتكلم ده، اللي هو بيوصل لهم معلومات ممكن ما تبقاش موجوده عندهم من قبل كده. زي ما قلنا حملات التوعية دي بتبقى مهمة جدا، مثلا نزلنا في قرية وبنعرفهم حملات توعية عن فيروس سي، نعرفهم ان هما لازم يروحوا يعملوا التحليل عشان يعرفوا لو في اي مشكلة او حاجة، فانا كده بوصل لهم معلومات هي مكانتش موجودة عندهم قبل كده، مكانتش هتوصل لهم خالص لان خلاص معظمهم مثلا مش متعلمين. طيب هل اي حد ماشي في الشارع كده نوقفه يعمل يبقى هو بابليك سبيكر؟ اكيد لا، دي لازم يبقى عنده سكيلز او مهارات معينة بحيث اللي هو يقدر يقف ويعمل كل ده. طبعا لازم يبقى واثق من نفسه، بيقدر يتكلم كويس، شكله مش مبهدل، حاجات كتير قوي هنعرف ايه الصح وايه الغلط المفروض نعمله. طيب المهارات دي لما تبقى عندي هتساعدني في ايه؟ هتساعدني ان انا انجح في المدرسه، طبعا تخليني هقدر ان انا اقف واجاوب قدام كل الناس عادي، ممكن حد يطلع في الاذاعه المدرسيه، ده هتساعده عموما هو في المدرسه، هتساعده في جزء تاني اللي هو في الكارير ادفانسمنت. طب ده هيساعدني في ايه؟ وبرضه لما انا اقدم لشغل معين لازم بروح اعمل انترفيو مع الاتش ار، فلما يلاقيني شخص متوتر مش بقدر اجمع كلمتين على بعض اكيد هيرفضني مهما كانت الكواليتي بتاعتي بتاعت الشغل يعني. جميل، يبقى ده هيساعدني في المدرسة وهيساعدني كمان في الشغل. اخر حاجة خالص اللي هو يساعد من زيادة الثقة بنفسي، لو انا في موضوع معين وجمعت 50 واحد وقفت اتكلم عنهم ووصلت لهم المعلومة، دي حاجة حلوة جدا وهتزود الثقة بالنفس اكيد. طيب انواع البابليك كوميونيكيشن، هل كل الناس اللي بتعمل البابليك كوميونيكيشن دي بيبقوا بيتكلموا عن موضوع معين؟ قال لا، في ثلاث فئات او 3 كاتيجوريز بيتكلموا عنه. اول حاجه ممكن تبقى انفورم، بمعنى
الدكتور داخل المدرج عمال بيدينا في معلومات، بيشرح لنا محاضرة حاجة جديدة أول مرة نسمعها، فكده يعلمنا، اللي هو بيدينا معلومات جديدة. ممكن تبقى حاجة تانية، عارفين زي ما بنسمع بودكاست مثلا عن حاجة معينة فبيدينا وجهة نظر، فاحنا بنبدأ نسمعه وممكن نغير وجهة النظر الموجودة عندنا. فدي ممكن تبقى غرضها برسويد، اللي هي إقناع، اللي هو جاي يغير وجهة نظر الناس في حاجة معينة. مثلا ناس في قرية مقتنعين بالأعمال والسحر والكلام ده، فأنا أعمل لهم برضو زي ندوة، أقول لهم يا جماعة ده دجل وكذب على عقول الناس، فكده أنا بقنعهم بحاجة، تبقى كده برسويد. آخر نوع خالص ممكن يبقى انترتين، يعني حاجة رفاهية زي ستاند اب كوميدي كده، بيبقى ناس قاعدين في مسرح وواحد واقف بيكلمه وعمال يحكي لهم مواقف بتضحك وكده. يبقى كده 3 حاجات ممكن داخل يشير معانا انفورميشن، اي معلومات، عمال بيوضح لنا وجهة نظر مع ناس مستمعين ممكن ميبقوش عارفين عن المعلومات دي قبل كده، او جاي يغير وجهة نظر، يغير عندهم سلوك معين، فبالتالي يبقى هنا برسويد اللي هي اقناع، او ممكن تبقى حاجة مجرد ضحك وخلاص اللي هي انترتين. جميل، مهم اوي ال3 دول. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي انا لازم اتجنب ان انا اعملها وانا بعمل public speaking؟ انا مثلا طالعه هقدم حاجه، فايه اللي يخلي الناس ما يضحكوش عليا بالطريقه دي؟ لازم اتجنب حوالي 6 حاجات. ما ينفعش ان انا اكون شغاله داتا على الداتا شو وافضل ان انا ادي ظهري لكل الناس دي وافضل بص على الداتا واقدر اقعد اقرا عليه. ده طبعا ما فيش اي اي كونتاكت بيني وبين الناس اللي قاعده، فبالتالي هيبقوا هم فريدي وانا فريدي تاني، فما ينفعش خالص ان انا اديهم ظهري، لازم ابص عيني في عينهم كده. طبعا تبصوا هنا شوية وهنا شوية بحيث توزع اهتمامك على كل الناس الموجودين. ولازم طبعا ان انا ما انتهمش ظهري خالص. لازم ما اعملش حاجة اسمها سلاوتش، اللي هو الشخص يبقى واقف زي ده كده معوج، ظهره مش مفروض كده، لبسه مبهدل، حاطط ايده في جيبه، كل الحاجات دي غلط وبتقل من يعني الناس تحترمك. اللي هو يقعد بقى ان يو نو، اللي هو يعني حاجات اللي هو عمال هو مش فاكر اصلا الكلام اللي يقوله ايه، فعمال يقول انتوا عارفين بقى يا جماعة، او يقعد يطول شوية في الكلام، فهو مش فاكر ايه المفروض يقوله. فالمفروض الحاجات دي كلها نتجنب ان احنا نعملها في البابليك سبيكينج. تالت حاجة او رابع حاجة، ما ينفعش يبقى ظاهر علينا نيرفس جستشر، اللي هي شايفين الراجل ده عرقان ازاي وباين عليه التوتر، ما ينفعش نبين على شكلنا ان احنا متوترين خالص. ما ينفعش ان احنا عشان متوترين نبدأ نتكلم بسرعة قوي، نبدأ نتكلم بهدوء قوي، اللي هو الشتوي بقى يطلع دلوقتي، لا يقولنا نتكلم بسرعة قوي ولا بطيء قوي، يعني يبقى صوتنا كده، يعني اكيد مش هيبقى بطيء خالص، لكن على الاقل يبقى واضح وكل كلمة فيه مسموعة والناس تقدر تركز فيه. جميل، يبقى لازم الحاجات دي كلها ما ينفعش ان احنا نعملها. طيب ايه بقى الاستراتيجيز المفروض ان نعملها عشان نبقى سبيكر بشكل افضل؟ سؤال كده بس على جنب، هل البوبليك سبيكينج دي يعني حاجة الشخص بيتولد بيها بيعرف يعملها أو لأ؟ يعني هي موهبة ولا ليرنبل سكيل، يعني حاجة ممكن نتعلمها؟ الحمد لله يعني، أو الجدير بالذكر، اللي هي ليرنبل سكيل، يعني حاجة أنا ممكن أتعلمها. في ناس طبعا يعني بالفطرة هما بيتولدوا إن هما عادي مش بيتكسفوا، بيقدروا يتكلموا قدام عدد، لكن لو أنا بتكسف في العادي هبدأ إن أنا أدرب نفسي مرة على مرة وهلاقي الموضوع إيه جاي معايا. طيب ايه الحاجات اللي انا المفروض امشي عليها عشان اتدرب؟ حوالي 6 حاجات، متقسمه ازاي بقى؟ حاجتين بحرف البي، بي وبي، ده المفروض ان انا اعملهم قبل ما اجي. بي اللي هي بلان، لازم اخطط كويس قوي واكون مذاكره الموضوع اللي انا هقدمه للناس. لازم طبعا اكون مارسته كتير، اللي هي براكتس، مش المفروض ان انا قريت الكلام مره وادخل اقوله، ده طبعا غلط، لازم اكون اتدربت عليه كتير قوي. في حاجتين بقى لازم اعملهم بيني وبين الناس، لازم اعمل انجيجمنت مع الاودينس، الناس المستمعين بتوعي، اللي هم يعني زي اعمل لهم انفولفمنت، او اللي هم اشاركهم في الموضوع اللي انا بتكلم فيه. يعني انا مثلا لو انا بتكلم دلوقتي في الموضوع ده وعماله اتكلم بس مجرد ان انا بقرا ومش بشارككم ولا بسالكم ولا بوجه فيكم اي كلام، هتحسوا ان انا في وادي وانتوا في وادي تاني، لكن لما عماله اقول لكم بصوا ركزوا هنا بكلمكم اصلا، فدي بحد ذاتها انجيجمنت، لازم ان انا اوجه لهم وابص لهم، ممكن اسالهم اسئله كمان. بي اتنشن تو بودي لانجوج، ان انا اخلي بالي من لغه الجسد عندي، ان انا طبعا اكون واقفه ظهري مفرود بتكلم، مش باين عليا اي توتر ولا اي حاجه، فدي مهمه جدا. لازم اكون حاجتين بقى بيني وبين نفسي، ان انا لازم افكر دايما بايجابيه، لا ان شاء الله ال communication او ال presentation اللي طالعه اعملها دي هتطلع بشكل كويس، وابدا ان انا اهدي من نفسي كده. cope with nerves، يعني انا اكيد هيبقى فيه شويه توتر، لكن هبدا ان انا اتعامل معاهم صح
ان انا اهدي كده من روعي، وان انا ان شاء الله هتبقى كل حاجه تمام. نتكلم عن كل واحده لوحدها. اول حاجه قلنا اللي هي بلان، اهم حاجه ان انا اخطط كويس عشان الكوميونيكيشن بتاعي يطلع بشكل مناسب ليه، ابروبريتلي او بشكل صح. فاكرين دكتور عاطف هنا ما كانش عارف ان في ندوه اصلا، طلع بقى عمال يقول الموز وما اعرفش ايه، فده باين اللي هو مش مخطط خالص، مفيش اول خطوه اصلا وقع، يبقى ده كده مش بيتر سبيكر. تاني حاجه قلنا الممارسه او التدريب، براكتس مهم جدا، حتى لو انت مش شاطر اصلا في ان انت تقدم بابليك سبيكنج، لكن براكتس ميكس بيرفكت. انا عماله اعمل سهم ورا التاني ورا التالت، حتى في الاخر جت في النص، يبقى مع التدريب كل حاجة هتبقى كويسة. هقدر ان انا بيقول اللي هو من غير ما انت تتدرب عمرك ما هتبقى سبيكر واثق من نفسك ولا كومبلينج. كومبلينج اللي هو مقنع، مش هيبان عليك ان انت كلامك مقنع بالنسبة له، شوفي انت بتقول اي كلام. يبقى دي تاني حاجة. بعد كده ندخل في الجزء بتاع engaged with your audience. شايفين الراجل هنا بيتكلم والتانيين عاملين بيحركوا راسهم اللي هم ايوه وفاهمين كلامه وبيوافقوا على الكلام، ده معنى اللي هو يعني مندمج معاهم، مش بيخلي نفسه isolated اللي هو منعزل عنهم، لا عمال يتكلم معاهم ويوجه لهم رسائل. حتى في الاخر خالص بيقول له لو مناسب او الموضوع بتاعك ينفع يتسأل فيه اسئله عادي، ممكن توجه لهم اسئله وتستنى رد عادي. جميل. لازم تخلي بالك من البودي لانجوج بتاعتك. ليه؟ لان لو انت مش مهتم بيها يعني عاجلا ام اجلا يعني هتطلع دايما، يبقى انت كده بتدي الناس ادله ثابته وقويه ان عن الانر ستيت او حالتك الداخليه. يعني انا كده كده داخله متوتره، فلما اقف كمان ان ايزي في جيبي او ظهري جاي بجنبه ومش عارفه ايه، فده كده هيبين للناس ان انا متوتره، مش هيبقى الموضوع بيني وبين نفسي. حاجه كمان بيقول لو انت متوتر او ان انت مش مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله، لازم تبقى عارف ان كده كده الناس هتعرف. عارفين ساعات بيقول لنا دكاتره كده ربنا يهديهم ويهدينا يا رب، مش بيكونوا محضرين او مش بيبقوا مهتمين ان هم يوصلوا لنا معلومه، فبيبان عليهم قوي اللي هم مش فاهمين الكلام ده او مش عارفين يوصلوه لنا ازاي. فدول كده من ضمن الناس اللي مش مهتمين بالبادي لانجوج بتاعتهم. جميل. حاجتين بقى بيني وبين نفسي، لازم افكر بشكل ايجابي، ده هيفرق معايا ويديلي ديفرنس او اختلاف كبير قوي، هيخليني واثقه من نفسي اكتر. جميل. قلنا اللي هو كده كده هبقى متوتر قبل ما ادخل، دايما هقعد اقول ده انا ممكن انسى حاجه، هقعد بقى اتخيل حاجات صعبه جدا ممكن تحصل، اقول انا ممكن انسى النقطه دي، انا ممكن الجزء ده باسنج اوت يعني ممكن يقع مني من كتر التوتر. انا داخله مثلا انترفيو شغل، ده انا ممكن يطردوني اصلا ما يدخلونيش من كتر التوتر اللي حصل. فلا، المفروض ان انا زي اضحك على نفسي واقول ده مجرد كلام، وان انا اقنع نفسي ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه وكده. ليه؟ لان ده كله مجرد افكار في دماغنا بس، in our minds، لكن بتنتهي الموضوع اكثر توتر لو انا اديته اكتر من حد. جميل. يعني مثلا داخله امتحان متوتره، لو فضلت بزود توتر وافكر كتير ومش بهدي من نفسي، الموضوع فعلا هدخل مش هحل حتى لو مذاكره. جميل. بيقول لك كل متوقع ان ايه. تمام. جميل. ده كده بالنسبه للبابليك كوميونيكيشن او البابليك سبيكينج. يلا بقى كله يغمض عينيه ويشوف الست غاليه هتعمل ايه. خلاص نقدر نقول ان الراوند خلص، محتاجين بس نعدي على كل جزئيه، نراجعها في مايند ماب، نحل اسئله وخلاص كده. اخر جزء اتكلمنا عنه البابليك كوميونيكيشن او البابليك سبيكينج، واحد بيطلع يتكلم قدام مجموعه من الناس، ممكن يكون بيعمل لهم حاجه من ثلاثه، يا اما بيديلهم معلومات يا انفورم، او بيقنعهم يغيروا فكره معينه، او بيخليهم يضحكهم مثلا فكده انترتين. في كذا حاجه بقى نيفر بيقول لك اياك ان انت تعملهم. زي ايه؟ زي ان انت تكون بتدي ظهرك للناس وهم بيتكلم وانت بتتكلم، او ان انت تكون بتقف يعني ظهرك مش معدول، او بتحط ايدك في جيوبك فكده، دي حاجه بتقلل من احترامك للناس، يبان عليك ان انت متوتر، او ان انت تكون بتتكلم بسرعه قوي او بطريقه هاديه قوي. فكل ده غلط، الحاجات ما ينفعش انت تعمل. طيب ايه الاستراتيجيز او الحاجات الصح اللي انا المفروض اعملها؟ وانا اللي هم 6 حاجات. اول حاجه بلان، ان انت تكون مخطط كويس للحاجه اللي انت هتقدمها البرزنتيشن دي. تاني حاجه تكون ان انت تدرب كويس، حتى لو انت اول مره تعملها، المهم ان انت تجيب دبدوب تقف قدام المرايه تتكلم كتير، المهم ان هو براكتس ميكس بيرفكت. بعد كده قلنا حاجتين خاصه بتعاملك مع الناس، ان انت دايما تخليك يعني مندمج معاهم كده، تحسسهم ان انت مش لوحدك. تمام. انت قلل شويه من العزله اللي انت بتبقى موجود فيها، تهتم اكتر بالبودي لانجوج لغه الجسد بتاعتك، لان كده كده هتبين البيئه الداخليه بتاعتك سواء كنت واثق من نفسك او كنت متوتر. اخر حاجتين اللي هو يعني تحاول ان انت مع نفسك بقى
ان انت تفكر بطريقة ايجابية اكتر، او ان انت تتعامل. طبعا لما انت تفكر بطريقة ايجابية اكتر هتبقى واثق من نفسك اكتر، هتقدر تتعامل مع التوتر عندك، فهتطلع الموضوع بشكل احسن. يعني دي كده بالنسبة لاول جزء. تاني اول جزء في المحاضرة خالص بقى كان بيتكلم عن التيم بيلدينج، بداية من التيم، وقلنا اللي هي بتبقى ليها دلالة انه نشتغل في التيم ككل كده بنحقق اكتر من واحد يشتغل لوحده. تاني حاجة عرفنا ان كل حرف ليها دلالة معينة، ان تي معناها تدريب، والاي انكرج اللي هي تشجيع، واي ام معناها اللي فيه هدف معين هنحققه، وام تحفيز. البيلدينج بقى قلنا اللي هي استراتيجية اللي احنا المفروض نمشي عليها عشان نمشي التيم بشكل صح مش بشكل عشوائي. طيب بالنسبة للأهمية بتاعة التيم بيلدينج، أول حاجة طبعا هتزود من هتوسع من مداركي، هتزود حتة الإبداع والكريتيفيتي، هتخلينا نجمع كل الجهود عشان تارجت معين نحققه، هتخلي عندنا روح المبادرة، ونزود اللي هي نطور من شخصياتنا، نزود من ثقتنا من نفسنا، هتزود طبعا من الإحساس بالمسؤولية، ودي حاجة كويسة. طيب هندخل بعد كده على الجزء بقى اللي هو البيهيفير، المفروض يكون موجود عند الهيلفول تيم، قلنا اللي هو المفروض يكون الناس مسالمين، بيتعاملوا بشكل فريندلي، عندهم روح الحماسة، عندهم طبعا روح الدعابة والكلام ده كله، within limits، دايما بيسعوا للتقدم او اللي هو seeking approval. كي اكشنز لازم يحددوا ايه هي الاهداف والستاندرد المفروض يمشوا عليها، يتعاملوا كلهم كوحدة واحدة، ما ينسوش طبعا التواصل، ان هم يتشاوروا مع بعضهم في الحاجات اللي القرارات اللي بيتخذوها. اخر حاجه خالص سكور، قلنا استراتيجي اول حاجه اللي هي البلان اللي هتمشي عليها، بعد كده كلير كل حاجه تبقى واضحه سواء كانت ادوار او مسؤوليات، اوبن كوميونيكيشن لازم نحترم كل الاختلاف، رابد ريسبونس لاي مشاكل ممكن تحصل. اخر حاجه خالص افكتيف ليدرشيب، اللي هو الليدر اللي بيحاول يطلع احسن حاجه من التيم بتاعه، ويحاول يديفلوب الشخصيه بتاعتهم وفري اب السكيلز اللي عندهم. الماستر مايند ماب معانا بقى، او اللي هو الجزء اللي كان في النص، بيتكلم عن الجروب كوميونيكيشن. قلنا نص التعريف الجروب اللي هو احنا بنبقى مجموعه من الاشخاص مكونه من 23، عباره عن رسائل بنبعتها وبنستقبلها. طيب المثال عليها بيئه الشغل اللي هي بيزنس انفايرمنت، نفتكر دايما جروب الامتياز بتاعنا. ايه اهميه الفوائد ان احنا نبدا نوصل الافكار اللي احنا بنفكر فيها، نبدا نتخذ قرارات، نبدا علاقات كويسة ما بيننا، يبقى في دايما احترام، في اهداف وتوقعات معينة احنا بنبنيها بيننا وبين بعض. طيب انواع الكوميونيكيشن قلنا يعني هي بتبقى اتنين او اتنين، اول حاجة فيربال، لو كانت يعني حاجة منطوقة او مكتوبة اللي هي ناس بتتكلم من الحاجة اللي بتحصل بينهم، اما النون فيربال حاجة بالاشارة بقى زي ما قلنا ضابط المرور كده. الفيرشوال نون فيرشوال، فيرشوال بقى اللي هو حاجة اونلاين زي زوم كده، حاجة نون فيرشوال دي اللي هي حاجة على ارض الواقع اللي هي فيزيكالي بقى وكده. جميل، ده كده بالنسبة للمحاضرة، محتاجين ان احنا بقى نحل. نبدأ ندخل بقى على جزء الـ MCQ. اول حاجة بيتكلم عن ان هو في التيم بيلدينج المفروض ان احنا نحدد اهداف ومبادئ معينة ان احنا نمشي بيها، الكلام ده صح ولا غلط؟ نلاقي طبعا الكلام ده صح. طيب في البابليك كوميونيكيشن بيقول ان حتة التدريب دي مش مهمة، not necessary، الكلام ده صح اكيد غلط؟ احنا عاملين نقول اول حاجة كانت بلان، تاني حاجة كانت براكتس على طول، ان براكتس ميكس بيرفكت، فالموضوع ده فولس. طيب بالنسبة لزوم ميتينج، ده حاجة نون فيربال، فيرشوال نون فيرشوال، كنا بنقول نون فيربال ده حاجة بالإشارة، فيرشوال ده حاجة يعني اونلاين، طبعا زوم ميتينج ده اونلاين، نون فيرشوال بقى ده لو قال لي في حالة الفيزيكال ميتينج. جميل، نيجي اللي بعده، السؤال ده اللي كان جالنا في دفعتنا يعني 40 بالمناسبة، وكان سؤال واحد على الراوند، بتمنى يجيلكوا ام سي كيو. يعني بابليك سبيكينج بيقول اي واحدة صح فيهم، هل ينفع ان انا اتكلم بطريقه هاديه قوي او بطريقه بسرعه قوي، ان انا اخلي نفسي ايزوليتد او منعزله عن الناس اللي بكلمهم؟ لا، لازم يكون في انجيجمنت مع الاودينس. طبعا كلام بسيط خالص، ده دليل ان الراوند مفيش اسهل من كده. طيب الكاتيجوريز بقى اللي هي المتقسمه بتاع البابليك كوميونيكيشن، كانت ان انا بدي معلومات، ولا بقنع الناس بحاجه معينه، ولا بروح اضحكهم، التلاته هي طبعا مش مره واحده، كل حاجه ممكن تبقى نوع معين. اخر حاجه خالص، احنا في العشر الاوائل من ذي الحجة، بتمنى اللي هو تفتكرونا دايما في دعائكم بالخير، وبتمنى ما اكونش طولت عليكم او يكون الكلام يعني كان صعب، وربنا معاكم باذن الله، وتحلوا كويس، وبالتوفيق يا رب.